رأيت بأم عيني البئر الإيراني في شط العرب، في ضفاف شط العرب في ناحية السيبة. التجاوزات الكويتية على الحقول النفطية المشتركة، ولماذا يعتبر هذا النشاط النفطي تجاوزاً؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة لكم وللسادة المشاهدين الكرام. يعني التجاوزات الكويتية هي ليست وليدة اليوم، وتجاوزات كثيرة على الأراضي وفي البحر، والكويت تعلم بأن العراق أجبر على القبول بالحدود الدولية التي فرضها قرار مجلس الأمن الدولي رقم 833 لسنة 1993 بعد حرب الخليج الثانية واجتياح العراق للكويت. أغلب الأراضي العراقية قد ضمت إلى الجانب الكويتي ظلما وعدوانا، وأيضا كثير من الآبار التي حفرها العراق في عام 88 و89 و1990، هذه الآبار أيضا ضمت إلى الكويت، وخصوصا عندنا الآبار زد بي 110 وزد بي 122 وزد بي 123، هاي العراق حفرها وتحمل تكاليفها لكن ذهبت باتجاه الكويت. واستمرت الكويت بالتجاوزات، طالبت العراق بإخلاء منطقة سكنية في ناحية أم قصر ولغرض إخلاء الشريط الحدودي، لكن لم تكتف الكويت بهذا الغرض، بل جاءت بأبراجها لحفر آبار نفطية في قريب من الحدود العراقية الكويتية. وهذه الحدود إن كانت هنالك مكامن مشتركة أو حقول نفطية مشتركة فيجب أن تستثمر بالشراكة والاتفاق بين البلدين، لا يجوز أن تستثمر من طرف واحد. هاي من الناحية. ناحية ثانية أن حفر الآبار قريب من الحدود بمعنى أن هنالك نفط عراقي يسحب من الأرض العراقية، لأن الآبار النفطية تسحب من مسافة 400 500 600 بعض الأحيان إلى 600 متر من المكمن، فإذا كان البئر يبعد عن الحدود 300 و400 متر فحتما هو الآن يسحب من داخل الحدود العراقية. هذا إذا افترضنا أن الحفر هو حفر أفقي، عفوا عمودي، وليس حفر مائل أو حفر أفقي. طيب أستاذ عدنان، إن سمحت لي بالتداخل معك، يعني تقصد بأنه يمكن للبئر أن تسحب النفط إذن من مسافة أبعد دون هذه التجاوزات. قلت بأنه حفرت الآبار الكويت وطالبت العراق بإخلاء المباني على الحدود، أضف إلى ذلك يعني إن لم أكن مخطئة رفضت أيضا الحزام الأخضر عند منطقة الحدود. نعم. طيب إذن ما الموقف المطلوب إزاء ما يجري؟ من الجهة التي من الأجدر أن تتم مخاطبتها؟ وزارة الداخلية، وزارة الخارجية، وزارة النفط؟ عادة يتم تزويدكم بالتحركات التي تجري على الحدود المشتركة أستاذ عدنان؟ طبعا مسؤولية الرصد هي مسؤولية وزارة الداخلية باعتبار شرطة الحدود هي المتواجدة على الحدود العراقية الكويتية والحدود العراقية مع الدول المجاورة الأخرى، فيجب أن ترصد قيادة شرطة الحدود النشاطات الكويتية أو النشاطات لدولة أخرى مع المجاورة مع العراق، وترسل بالتقارير إلى الجهات المعنية. لكن للأسف الشديد لم نرى رصد من قبل وزارة الداخلية لهذا الموضوع، بل من رصد هذا الموضوع هو مواطنين من أبناء ناحية أم قصر، رصدوا أن هنالك نشاط كويتي على الحدود العراقية الكويتية، والإعلاميين أثاروا هذا الموضوع في الإعلام. لذلك أنا كنائب رئيس لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية النيابية كلفت من قبل السيد رئيس لجنة النفط والغاز النيابية بالذهاب إلى الموقع وإعداد تقرير حول الفعاليات والنشاطات النفطية التي تقوم بها الكويت على الحدود العراقية الكويتية. لكن للأسف الشديد تفاجأت بقرب البرج من الحدود، وتفاجأت بقرب النشاط النفطي من ناحية أم قصر والحدود الجغرافية لناحية أم قصر. كذلك رأيت بأم عيني البئر الإيراني في شط العرب، في ضفاف شط العرب في ناحية السيبة. أيضا هذا الموضوع لم يثار لا من قبل وزارة الداخلية ولا من قبل وزارة النفط ولا من قبل أي وزارة أخرى، أيضا أثير من قبل مواطنين موجودين في المنطقة. إحنا واجبنا ذهبنا إلى المواقع وصورنا المواقع وأخذنا إحداثياتها وأعددنا تقرير.